بعد سلسلة أحداث دامية هزت تونس ووضعتها على خط المواجهة الأول مع الجماعات المتطرفة، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً منح تونس صفة الشريك الاستراتيجي لها من خارج دول حلف شمال الأطلسي. فبعد أن تم تناول الاتفاق مسبقاً خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى واشنطن، وبعد أن أبدت جميع قوى الغرب تأييدها لتونس في تصديها لموجة الإرهاب والنية لدعمها بشتى الوسائل، جاء إعلان واشنطن ليضع تونس رسمياً في صف الدول المحاربة للإرهاب العالمي. وتسمية تونس كحليف استراتيجي يعني التزام واشنطن بتقديم التدريب والتمويل العسكري لها ومنحها امتيازات عسكرية وأمنية كبيرة على غرار حلفاء واشنطن الآخرين خارج إطار الناتو. التحالف الجديد يمهد كذلك لرفع مستوى التعاون الأمني بين البلدين، مع إدراك الغرب والولايات المتحدة أن الحد من المخاطر الأمنية على تونس يمثل خطوة مهمة وأساسية للتقليل من مخاطر الجماعة الإرهابية. ومع أن محللين يرون أن هذا الاتفاق يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية لتونس من دون أي تأثيرات على سياستها في المنطقة، إلا أن هذا التحالف قد نجح في إثارة حفيظة جارتها الجزائر التي تتوجس من أي تواجد عسكري أجنبي على حدودها الشرقية، وهما تسبب مؤخرا في أزمة باردة بين الجارتين، فيما السلطات التونسية التي أعلنت أكثر من مرة عن حاجتها لدعم دولي في مكافحة الإرهاب تأمل من تحالفها مع واشنطن هذا في أن يكون بداية لذلك الدعم الذي هي بأمس الحاجة إليه تستقطبه لمساعدتها في دحر شبح الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديدا وجوديا لاستقرار كيانها.